السلام عليكم الاخوان ديالنا، نهاركم مبروك. كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير وصحه في رب العالمين. الاخوان ديالنا كنشكركم معكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي، ديال تلبيس لا فاصاد او الواجهه. كما كتساو معنا لا فاصاد هي ما بقاش بزاف، هي اللي بقاتنا صراحه، بقى الواجهه هي اللي بقاتنا. الورا كنا سبقنا من داخل ساليا دو كوش ان شاء الله يعطي الكوش الاول كوش الثاني. كنتبع معنا طلقنا الزرع ديالنا هنايا الدراري هما عبد البابا، كنتمنى الله الصحة والسلامة. و هذا اللي كاين بعد ما كيكون معلق في السما راه ما شي ساهل صراحة، يعني براسنا كنكونو بعد الساعة كنعملو السلطة اللي كيكونو علو بزاف. دابا هادي ما عاملين شي سلطة صراحة، كنتمنى الله الخير والتوفيق والسلامة. هذا اللي كاين هذه القطعة ديال طنجة البالية اللي كتجي طنجة البالية اللي هي في بشارة تزئة جديدة صراحة. كما قلنا لكم يلاه بدينا فيها حنايا الأوليين التانيين، بعد واحد الناس حدانا هنا وحنا التانيين فيها، وباقي إن شاء الله غادي نبداو معكم بروجي جداد إن شاء الله يربي. واعدين بعض الناس نبداو معاهم إن شاء الله، وغادي نبداو نشارك معكم كما كتشوفوا هنا. كما قلنا لكم الدورة ديالها راه ملبسين كاملين الدورة ديالها، خلينا لا فصاد على حسب باك نخليوها هي الاخر هي باش ما كتكرفش لنا شي مع السلعه كتطلع وكيبداو يطلعوا من السلعه، وهذه كيقيسوها كنخليوها هي الاخر هي من احسن حتى كنساليهم مره من الداخل والسلعه كامله كتطلع. دابا رجعنا الموتور لهاد الجهه، هذه هو قبلتكم بوجي، انا باقي كنطلعوا به شي حاجه، باقي نهار الطريق هو اللي كان باقي لنا مبنيش ديال دورة السطح. هادي القطعة ديال 100 متر اللي كتسع على 100 متر، فيها اير بلوس دو زائد الروتري الثالث بالرجوع، الرجوع يلاه ديال جوج المترو من البارك وعلى برا 3 المترو من البني الاصلي كيكون غير 2 المترو، رجعنا بجوج المترو. بالنسبة للتفاصيل ديالها الكراج 4 المترو، الطبقين اللي عندها راه 3 متر معروفه، باب الزنقه هي هادي سبع من هاد الباركوس هنايا عملنا هاد الكوليزه ديالهم، هما بالبيطون كاملين درناهم بالبيطون. ان شاء الله نشاركوها معكم اللي غادي فيني وعاود نعطيكم كيفاش غاتجي. الناس اللي كيسولون على 100 متر بزاف الناس، اغلبيه الناس نازل 100 متر 120 80 على حسب المتوسطين. الدار الاخر هو هذا تا هو اللبس ديالو، تاع جامع جدارات ملبسين لكم، باقينا غير الفصاد هي اللي باقا قايلة تبارك الله. الله يجعل ربي يرحمنا في الشتاء. بالنسبة للتزيئة هي هادي، هي قبلتكم الناس اللي كيهمهم الأمر و خصهم شي قطعة الأرض، راه كاينة وحدة هنا ملصقة حدا هنا كيما قلنا لكم سبحان الله، يمكن واحد الفيديو كنت هضرت معايا كاينة واحد قطعة الأرض ملصقة معانا بالضبط، كانوا وصلني مولاها صراحة. أنا ما عندناش شي معلومات أكثر هنا على هاد التزيئة هادي، وإنما بعض الناس اللي كنعرفوهم هنا قرابين علينا وصل واحد السيد زعما ظهر شي واحد. مرحبا مرحبا، هي هذه النهار الاولي ديال التلبيس هو هذا. سحلقوا البامبا بالنسبة للقطعة الإخوان ديالنا، هي هذي بالضبط هي القطعة الأرضية هي منسخة معنا 100 متر و 10 على 10 بالنسبة اللي مزيانة كيما قلنا لكم جات قبلت هاد الشارع هذا، ما جاش قبلت هاد الديور، الشارع جا قبلت أم فاس معاها، غتبقى مفتوحة دائما، غير عالي وشي لكم الناس ولا شي حاجة، عندها اتساع مزيان هنا،
هذا اللي كان الاخوان ديالنا، وكنتمنى من الله يكونوا كنقدموا لكم شي حاجه في مستوى. وكنشكركم بزاف بزاف، كنشكر الناس الجاليه بزاف بزاف اللي اغلبيه خدامين معاهم دابا حاليا، كنشكرهم بزاف وكنقول لهم الله يوفقكم حتى نتوما. وكنتمنى من الله التيسير لجميع المسلمين رب العالمين داخل الوطن وخارج الوطن. كنشكركم بزاف، تهلاو لي فراسكم، الله يحفظكم، تحياتي.